حياة خانوم. نعم. انت ما عندك شغل فوق اليوم؟ عندي بس انا كرمال. كرمال هيك كنتي مع ابراهيم كل النهار ما هيك؟ القصة صدفة مو اكتر. لو سمحتي بتمنى ما تنقلوا حياتكم الخاصة لهون عالشغل. كأنك متوتر؟ ليكون شفت شي مالي شايفته بابراهيم لحتى غيرت رأيك فيه هيك فورا؟ لا، مثل ما قلت لك ما بيخصني مع مين انتي وشو بتعملي، وبرجع بعد لك هون مكان شغل. ابراهيم، ناخد استراحة غدا مع بعضنا؟ ايه، طالما عم تشتغل معنا بفضل اتعرف عليك اكتر، وهيك حياة خانم بتاخد راحتها بالشغل كمان. تفضل. ما بعرف شو بده.